أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام إلى هذه النافذة التي سوف نتحدث فيها اليوم عن نقابة المعلمين التي تتحدث عن أكثر من 300 معتقل أو مختطف في سجون ميليشيا الحوثي الانقلابية تعرضوا لشتى أنواع الانتهاكات والتعذيب في تلك المختطفات في تلك السجون التابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية، حيث كشف المسؤول الإعلامي لنقابة المعلمين اليمنيين يحيى الإناعي عن تعرض أكثر من 300 معلم للاعتقال والإخفاء القسري والتعذيب في سجون جماعة الحوثي منذ بداية الانقلاب في سبتمبر 2014. وأكد الإناعي للمصدر أونلاين وفاة 7 تربويين تحت التعذيب، وتعرض المعتقلين للاعتداءات والترويع وللمعاملة اللا إنسانية والمهينة. وقال الإناعي إن حوالي 20,000 معلم نزحوا من المحافظات التي تسيطر عليها جماعة الحوثي إلى المناطق المحررة بسبب تصاعد حملة القمع ضد المدنيين على المدى الأربع الأعوام الفائتة. وأشار الإناعي إلى أن من تبقى من المعلمين في منطقة سيطرة الحوثي يعيشون أوضاع إنسانية صعبة جراء عدم تقاضيهم للمرتبات منذ 3 سنوات وأكثر، وأن ما يقارب من 4,000 معلم فصلوا من وظائفهم واستبدلوا بعناصر من جماعة الحوثي، بعض تلك العناصر متورطة في جرائم وأعمال عنف. إذن للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ فؤاد باربود، مسؤول شؤون المعلمين في نقابة المعلمين. أسعد الله مساءك أستاذ فؤاد. حياكم الله، أهلا وسهلا أخواننا في جنة الصيف. أهلا ومرحبا بك أستاذ فؤاد. بداية هل لك أن تحدثنا عن وضع المعلمين المختطفين في سجون ميليشيا الحوثي الإنقلابية؟ لا يخفى على كل متابع للقضية اليمنية ما يتعرض له المعلمون والتربويون في الجمهورية اليمنية، وخاصة المحافظات التي تقع تحت سيطرة الإنقلابيين وهي المحافظات الشمالية، من تعذيب نفسي وجسد واعتقالات ومطاردات وتهجير وانقطاع مرتبات وغيرها. فكل هذه المآسي التي يعاني منها المعلم اليمني، ونحن في نقابة المعلمين مذنبين مثل هذه الانتهاكات التي يتعرض لها المعلمون، حيث في الآونة الأخيرة سمعنا بإصدار الأحكام الغير قانونية باسم محكمة تحت سيطرة الانقلابيون في إعدام مجموعة الناشطين والسياسيين والتربويين، منهم أيضا تربويون ومعلمون كنقيب المعلمين الأستاذ سعد المزيري والأستاذ خالد النهاري. هؤلاء هم من سيرة وصفوة المجتمع في العمل التربوي، والمتميزين أيضا في جانب المعلمين في العملية التربوية، حيث أثمنوا حياتهم في خدمة هذا الوطن. ونسمع بإصدار مثل هذه الأحكام، أحكام الإسلام وغيرها. سنوخ الانتهاكات التي تعرض لها إخواننا المعلمون والتربويون في مختلف السجون الحوثي وتلك الميليشيات التي لا تعترف بهذه القضايا الإنسانية ولا تعترف بهذه القضايا القانونية ولا غير ذلك. فالمعلم يعاني الكثير من تلك المآسي ناهيك عن انقطاع مرتباته. فنحن في نقابة المعلمين ندين مثل هذه الانتهاكات، ونرفع قضيتنا أيضا إذا الله أولا، ثم إلى المنظمات المسمى والمنظمات الحقوقية والإنسانية والأمم المتحدة وغيرها، ونناشد كل التصوير في هذا المجال لإيقاف مثل هذه الأحكام الجائرة على زملائنا وعلى رفاقنا من المعلمين التربويين، خاصة أن هذه الفئة هي الفئة التي تهتم بتنشئة الجيل، تهتم بتربية الأجيال وغيرها. أما لأن الحقوقي استهدافه العملية التعليمية واستهدافه للمعلم واستهدافه للتربوي هو بغرض تجهيل المجتمع وبغرض تجهيل نعم. الناس. أستاذ فؤاد، سوف نتحدث بالتفصيل عن وضع المعلم اليوم، وخصوصا عن النازحين وعدم تقاضي المرتبات، وعن فصل بعض منهم بقرار من ميليشيا الحوثي الانقلابية. لكن دعنا نتحدث عن من هم داخل تلك السجون، في تحت أي مبرر يتم اعتقالهم أو اختطافهم؟ ما يتعرض له المعلمون
تلك المناطق التي تقع تحت سيطرة الحوثي من صنوف التهجير والتعذيب والعذاب والعذاب النفسي والجسدي، فتم مطاردتهم من بيوتهم واستقالهم من اماكن عملهم. اضرب بعض الامثله لبعض الجمل، تم تهجيره من بيته، وحينما يعني استطاع ان ينفذ بجلده تم تهجير بيته في محافظه عمران. هذا معلم، وهذا كان احد القيادات النقابيه، وغيرهم ايضا من تم اعتقالهم وإيذائهم في السجون، حتى انهم تم منع اهاليهم من زيارتهم. فصنوف العذاب التي يتعرض لها زملاؤنا الامور في تلك السجون لا 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 تخطر على قلب بشر فعلا. يعني هذه اصابه مهنيه، هذه اصابه اتت من وراء تاريخ، هذه اصابه اتت من تلك الكهوف، من تلك الجبال، لا ندري اين تربت، لا ندري اي ما هي العقليه التي تربوا عليها حتى يذيقوا زملائنا وصفوه المجتمع المعلمين التربويين مثل هذا صنوف العذاب وامثال عذاب، عذاب جسدي، عذاب نفسي. اخبرني احد زملائنا الذين استطاعت الشرعيه بعض التبادل الاسرى كما يسموهم، رغم ان هؤلاء زملائنا لا هم اسرى حرب ولا قاتلين ولا هم من الذين رفعوا السلاح، وانما كانوا من الذين يرفعون القلم، وكانوا يعارضون الحوثي فقط في ممارساته اللا قانونيه، فقط لانه يعارض الحوثي في تلك الممارسات تم اعتقاله وايذائه والسجون. فيخبرني بعضهم انه يتم تعليقهم في جدران بمده 4 إلى 5 ساعات، بغير الاكل، يتم ضربه، يتم يعني اعطائه بعض الالفاظ الانتهاء الناديه وشتمه، اهانه كرامته، صنوف عذاب لا يتخيلها عقل بشر. فلا ندري مثل هذه الالفاظات من اين اتت؟ من اين تربت؟ على ماذا تربت؟ فعلا هذه المساله تحتاج الى وقفه كبيره. ندعو التحالف العربي، ندعو كل المهتمين بهذه القضيه، ان هذه الاثاره اذا لم يتم القضاء عليها، وهذا الانقلاب اذا لم يتم القضاء عليه في 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 غضون الايام القادمه، فان الكارثه ستكون كبيره جدا على الشعب الليبي وعلى مستوى كل الفئات الشعب الليبي وليس المعلمين فقط. نعم. ماذا استاذ فؤاد عن الزيارات والتواصل وعن ربما شهادات من داخل المعتقلات؟ تخبرني بعض العائلات التي زارت بعض الزملاء من العذاب الذي تعرضوا له، ان في منهم من اصيب بالشلل بسبب شده الضرب في العمود الفقري، بسبب شده الضرب في الساقين، بسبب شدة الضرب في الركبتين، في طريقة عذاب اسمها طريقة الشواية كذا، يعني كأنه كالدجاج التي تدخل في الفرن، فعذاب لا يتخيلها عقل. يعني حتى سجون اليهود، حتى سجون الصهيونية فيها شيء من حقوق الإنسان، بينما سجون الحوثي تحتاج الى ندعو المنظمات الحقوقيه والانسانيه الى زيارتها. هؤلاء الناس المعتقلين مختطفين، يعني هذا الاعتقال يسمى اعتقال لانه قانوني، بينما هذا اختطاف ويغيب في السجون بعيد عن اهله، لا يستطيع اهله ان يزوروه الى السجن. هذه مآسي حقيقه تعرض لها زملائنا وتربويونا، يعني تعجز اللسان عن التعبير عن تلك صنوف العذاب الذي يتعرضوا له. نعم، دعنا أيضا نتحدث إضافة لتلك المعاناة أيضا عن انقطاع المرتبات وأيضا حالة الفصل من قبل الانقلابيين. كيف يعيش اليوم المعلم وهو خارج المناطق التي كان يدرس فيها وتخضع لسيطرة الانقلابيين؟ التربويين تعرضوا لصنوف العذاب الذي يصل قدمنا مصادرة مرتبات ومصادرة حقوق الإنسانية وغيرها. وهناك ايضا من زملائنا من هجر ومن اخرج من بيته، وايضا مع توقف مرتباته. اما الان قد وصل المرحله الى ان توقفت مرتبات كل التربويين والمعلمين بشكل عام. يعني نحن الان نعاني الامرين، يعني التهجير والنزوح من والذهاب والخروج من سيطره من تلك المناطق التي يسيطر عليها الحوثي، وايضا انقطاع مرتبات هؤلاء الناس. ففعلا معاناه زادت فوق المعاناه التي
يعانوا فيها. فالمسألة لم تقتصر فقط على انتفاع المرتبات ولا مصادرة الحقوق المالية ولا مصادرة الحقوق القانونية، وإنما أيضا وصلت إلى إهانة الكرامة الإنسانية باعتقاله ومنعه من زيارة الأهل والأقارب له، حتى منع الأهل من إيصال بعض الملابس وبعض الغذاء اللي ممكن أن يصل إليه إلى داخل السجون. فهذه مأساة، هذه كارثة إنسانية لا بد من الوقوف أمامها، ولا بد من إيجاد حل نهائي لتلك الكارثة. نعم. أيضا بالنسبة إضافة إلى تلك الانتهاكات التي تمارسها ميليشيا الحوثي الانقلابية بحق المعلمين، ماذا عن الحالات النفسية التي تترتب على أسر أولئك المعلمين بفقد معيلهم، وأيضا على أجيال ومستقبل المسيرة التعليمية في اليمن؟ الأجيال والمسيرة التعليمية هي أصلا متوقفة منذ 4 سنوات، وهذا ما يريده الحوثي. ووقف العملية التعليمية باستهداف التربويين، باستهداف المعلمين. هو يريد جهلة حتى يتم حشدهم للمعارك للقتال في صفوفهم وللدفاع عن الأفكار الغريبة عن مجتمعاتنا والغريبة عن إسلامنا والغريبة عن عقيدتنا. هو يريد جيل جاهل لا يفقه شيء، ويريد أن يوقف العملية التعليمية، وبالفعل تم إيقافها عن طريق بطريقة توقيف مرتبات وتهجير من قال للحوثي لا، من كانوا لهم تأثير في تربية المجتمع، في تدريب المعلمين، في تأهيل المعلمين، كل من كان له تأثير أوقفوا العملية بالكامل. الآن هناك مدرسة فقط عبارة عن اسم، لكن ما بداه هذه كلها عبارة عن تعبئة طائفية مناطقية عنصرية، هذا سيد، هذا زنديل، هذا زنديل وغيرها. فكل العملية التعليمية تعتبر موقفة منذ 4 سنوات، وهذا طبعا كارثة ستكون على مستوى الأجيال القادمة. نحن الآن لا نخشى فقط من المسألة المالية والإنسانية وغيرها، وإنما أيضا الأجيال القادمة، وبمرور السنوات لا شك أن الأجيال التي سيتم تجهيزها ستكون عبارة عن وقود لتلك المعارك التي يفتعلها الحوثي باسم الدفاع، باسم الموت لأمريكا، باسم الموت لإسرائيل، باسم النصر للإسلام. وهذا الكلام لا ينطلي على عقول أي بشر، ولا ينطلي على عقول المتعلمين، ولا ينطلي على عقول المثقفين. فهذه المسألة لا بد لها من إيجاد حلول، وإن لم يتم الحسم العسكري في إيقاف تلك الميليشيات عند حدها، فإن المسألة لن تطال اليمنيين فقط، بل ستمتد إلى المنطقة بشكل عام، وستأخذ أيضا الخليج، لأن هناك مؤامرة دولية كبرى تقودها إيران، ومن يتحالف مع إيران، ومن يقف مع إيران، ومن يدعم تلك الميليشيات والعصابة الصاروخية. نعم. أستاذ فؤاد، أيضا بالنسبة للحكومة الشرعية وموقفها، أو ما الذي قدمته حتى اليوم لأولئك المختطفين من المعلمين في سجون ميليشيا الحوثي الانقلابية، وأيضا على مستوى أسرهم؟ طبعا هناك تقصير واضح يعني من الحكومة الشرعية، لأن قلنا هي قامت ببعض الأشياء في صرف بعض مرتبات النازحين المهجرين، وإن كانت العملية لم تستكمل بعد، لازلنا في قيد المتابعة لدى الحكومة الشرعية ولدى المالية ولدى رئاسة الوزراء في صرف بقية مستحقات النازحين والمهجرين من قبضة تلك الميليشيات، من استطاع أن ينفذ بجلده كما يقال. لكن لا يعني لا زالت الأسر الموجودة تحت سلطة الحوثي، والأسر التي يعولها هؤلاء التربويون المعتقلين لا زالوا يعانوا الكثير من المعاناة. منهم لا يستطيع أن يدفع إيجارات بيته، منهم لا يستطيع أن يصرف عن أطفاله وغير ذلك من الالتزامات المالية والمادية. المشكلة قائمة، المشكلة كبيرة، والمشكلة تحتاج إلى حل من جذورها، لأن الحكومة الشرعية الحقيقة بطبيعة الحال قدمت الجزء البسيط، لكن لا زال هناك تقصير كبير حتى في استيعاب الكوادر المؤهلة والتربوية، في سواء كانت من كانوا في قيادات مكاتب التربية في تلك المحافظات التي لا زالت تقع تحت سيطرة الحوثي، أو من كانوا في الميدان، أو من كانوا معلمين، أو من كانوا في قطاع التدريب، أو لم تستفد منها الوزارة في حكومة الشرعية في عدن في الاستفادة من كوادرها، من كوادر هؤلاء الناس، الاستفادة من طاقاتهم، الاستفادة في قدراتهم، في حتى في إطار نطاق عملهم في المحافظات المحررة التي متواجدين حاليا فيها.
فهناك تقصير واضح حقيقه لدى وزاره التربيه والتعليم من هذا المنبر الاعلامي. انا هنا باسم نقابه المعلمين اسجل هذا الاعتراض على وزاره التربيه والتعليم انها لم تستوعب تلك الكوادر المؤهله التي خرجت من قبضه الحوثي وموجوده حاليا في اطار تلك المناطق المحرره. هناك صرف لبعض المرتبات، لكن لا زالت هناك بعض المحافظات لم تصرف، او بعض الكوادر التربويه من تلك المحافظات التي تقع تحت سيطره الحوثي لم تصرف تحقيقاتها بالكامل، والمتابعه واللجان لا زالت تتابع لدى الحكومه الشرعيه في رئاسه الوزراء، في الماليه، في الخدمه المدنيه، ولا زالت هناك متابعات، وكان هناك توظيف من جديد رغم ان قاعده البيانات واضحه، ووافيناهم نحن باسم النقابه بقاعده البيانات، والحكومه عندها قاعده بيانات هؤلاء الموظفين، لكن هناك تقصير واضح لدى بعض المسؤولين، لا اقول كلهم، لدى بعض المسؤولين في الماليه وفي الخدمه المدنيه. نعم استاذ فؤاد، ايضا نختم حول الطرق او السبل المتاحه لايقاف مثل هذه الانتهاكات بحق المعلمين في اليمن، وخصوصا في المناطق الخاضعة تحت سيطرة الانقلابيين وما يتعرضون به، وأيضا في المناطق الخاضعة تحت سيطرة الشرعية وأولئك المهجرين من المعلمين، ما السبل لإعانتهم واستئناف العملية التعليمية كما كانت عليه في السابق للنهوض باليمن وأجيال اليمن؟ أول وسيلة أول طريقة نستطيع الحديث عنها هو القضاء على هذا الانقلاب من توحيد الصف الجمهوري للقضاء على تلك العصابة. فإذا انتهى السبب انتهت كل تلك النتائج المترتبة عليه. فالسبب انقضاض الحوثي على الدولة والتهام المؤسسات الدولة، هذا هو السبب الرئيسي. إذا استطعنا أن نوحد صفنا الجمهوري للقضاء على تلك العصابة ستنتهي المشكلة من أساسها. واستيعاب هؤلاء الناس، فطالما ان الحرب طالت علينا 4 سنوات، احنا الان داخلين في السنه الخامسه، فلا بد من الوزارات لدى الحكومه الشرعيه بعدن والمناطق المحرره من استيعاب تلك الكوادر، لانها طاقات معطله، ومنهم من ذهب لان يجد له مشاريعه الخاصه وترك العمليه التربويه والتعليميه لانه لا يتقاضى مرتبات. حينما يتم استيعاب تلك الكوادر والاستفاده من مؤهلاتهم والاستفاده من طاقاتهم في تفعيل ومتابعه سير العمليه التربويه والتعليميه في المناطق التي محرره، هنا نستطيع ان نقول اننا نواجه تلك الفكر الحوثي بفكر الجيل القادم، اقل شيء الاجيال الموجوده في المحافظات المحرره تتنور اكثر بحيث انها تصبح قادره على مواجهه ذلك الفكر الحوثي. ولم يتم مواجهه الفكر الا بالفكر، ولم يتم مواجهه الفكر الا بكوادر مؤهله من هؤلاء التربويين، من هؤلاء المعلمين، هم قاده الفكر وهم من يستطيعوا تنوير تلك الاجيال وتربيه تلك الاجيال على وتربيتها على الوطنيه، على القيم الاسلاميه السمحه، على التعايش وغير ذلك. طبعا الطريقه الاولى هو ان نوحد صفنا الجمهوري في القضاء على تلك العصابه، هذا هو الطريق الامثل للقضاء على تلك العصابه وانهاء الانقلاب الحوثي. ان لم يتم ذلك فان المساله ستطول المعاناة، ونسأل الله عز وجل أن يخرج العباد واليمنيين من هذه المصيبة التي وقعوا فيها بسبب تلك العصابة. أشكرك جزيلا الشكر الأستاذ فؤاد بارابود، مسؤول شؤون المعلمين في نقابة المعلمين، كنت معنا عبر الهاتف وحدثنا حول ما الأوضاع أو المعاناة التي يعانيها المعلمين المختطفون في سجون ميليشيا الحوثي الانقلابية، وعن تلك الانتهاكات التي تمارس بحقهم. وأشكرك جزيلا الشكر في نهاية هذه النافذة.